سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كيفاش كنعصروا الزيت. كندير واحد الكميه ديال الزيت حتى كطحن، عاد كنديروا عاوتاني كميه اخرى كنقادوها، كنديروا ليها جوج دورات ولا ثلاثه، عاد كنديروا ليها الماء هذه هي الطريقه باش كيطحنوا الزيت، كيحيدوها من الشجره، كيخليوها حتى كتقصاح كتكرم، كيغسلوها كيخليوها تنشف، كيديوها للمعصره كيطحنوها بهذه الطريقه. ملي كتطحن بحال هكا كيديروا ليها الماء، كيزيدوا عليها الماء، صافي. ملي كتطحن كيعمروها. ها هي البنات الزيت ديالنا طحنات، صافي غنعمروها وغنديوهم لتحت الزيار ويرجعوا عاوتاني يطحنوا مرة ثالثة، ثلاثة المرات خصهم يطحنوا، مرة ثالثة تيبقاو حتى الصباح. ملي كيعمروا دابا الزيت كيحطوها هنايا تحت الزيار، كيزير حيت كيزيروه الزيت كتعصر. ها هي الزيت تبارك الله كتخرج، صافي كيخليوها هكا كتعصر واحد نص ساعة، كيحيدوهم عاوتاني كيعاودو يطحنوهم يعمروهم يرجعوهم عاوتاني لهاد البلاصة. ثالثة كتعصر مرة ثالثة، صافي ترد ان شاء الله. ها هي الزيت دابا كتخرج من هنايا كتعصر من هنا كتخرج من هنا، ها هي الزيت تبارك الله. ها هي الزيت كتقطر. هي البنات الزيت ديالنا وجدات، هي ما فيها الزيت الحر، ما فيهاش الملحه، ما فيها حتى حاجه. الا بغيتي ديري ليها الملحه دير ليها ملحه، الحامض، الزعتر، اللي بغيتي كديري ليها، ولكن هذه ما درنا ليها حتى حاجه، الزيت الحره. ها هي الا شفتيها هكا راه تقول الروميه، هي راه بلديه الحره، ديرلها الوجه، ديرها الشعر، ديرلها، هي كتصلح للتجميل، ما فيهاش الملحه، ما فيهاش الحامض، ما فيها والو، طبيعيه بالصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم.